السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم ام ملك، وفيديو جديد ان شاء الله يعجبكم. عايزه اقول لكم اللي انتم حاسوني جدا جدا، بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنسيش بسرعه تحطي لايك، لو لسه مش مشتركه اشتركي في القناه. النهارده بقى عندنا يوم طويل جدا جدا في المطبخ، عندنا عايزين نعمل محشي، فما دام محشي بقى يبقى فيه دربكه كتير، يبقى فيه شغل ويوم طويل جدا. فلازم بقى دام ورايا يوم طويل لازم اصحى بدري عشان اخلص بقى الدنيا كلها ويبقى الغدا جاهز في ميعاده. فصحيت من النوم كده على الساعة 9 الصبح، ونزلت وديت ملوكة المدرسة الدرس، يعني النهاردة كان عندها الدرس بدري شوية، فنزلت بقى وديتها، وكنت من بالليل يعني كده بنام متأخر، قبل ما نام كنت مطلعة الورق بتاع الكروم بيفك يعني. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ورق كرنب انا مفرزاه يعني، مش كرنبايه انا لسه جايباها. وانا راجعه بقى من الدرس قعدت على الجزار كده، خليته يقطع لي بقى لحمه حلوه كده. طبعا تقولي له عايزه لحمه حمراء وايه انت عايزاها للطبيخ، عايزاها ايه، وبتقولي له على اللي انت عايزاه. فانا قلت له عايزه لحمه حمراء يعني، وخليته يقطع لي صفحه كده. بصي الاحسن فايده تاخديها فعلا من اللحمه لما تكون لسه جايباها صفحه وتعمليها، بجد هتبقى طعمها بصي وتطلع شويه شوربه ما اقولكيش. فاول ما رجعت على طول كده مسكت اللحمه بقى قطعتها، وكان الورق طبعا فك. انا يعني ما حبيتش بصراحه اللي انا اطلعه الصبح وكده، مش بياخد وقت قوي في فككانه، بس انا كنت حابه ان كل حاجه تبقى جاهزه عشان اخلص الغدا يعني ايه في ميعاده، عشان احنا بنحب يعني نتغدى ايه يعني ايه يعني ما اتاخرش يعني عليهم في الغدا واجوحهم يعني. فبدات بقى ان انا اشوح اللحمه. بصي اللي ما بتشوحش اللحمه جربي تشوحيها، صدقيني هتفرق جدا معاكي في طعمها. فبدات بقى ان انا اشوح اللحمه مع كل الحاجات بتاعه الشوربه. انا ما بحطش عليها توابل بودرة ابدا، التوابل البودرة دي في الاخر خالص قبل ما اكون خلاص هغرفها وهناكلها، بحط لها كل التوابل الصحيحه بتاعه الشوربه، وبحط لها الطماطميه والجزرايه، واديها تشويحه حلوه كده لغايه ما اشم ريحتها كده وتاخد لون يعني الاقيها لونت معايا. ابتدي بقى ان انا انزل عليها بالكتل بميه سخنه بتغلي. بصي عايزه تنجزي وتسلقي اللحمه بسرعه، كل ما يعني الشوربه بتاعتها تنشف زوديها بميه من الكتل سخنه، كل ما تنشف زوديها بميه سخنه، اوعي تزوديها بميه ساقعه لان كده انت هتاخري السوا بتاعها خالص. وحطي لها نص معلقه من السكر، وصدقيني يعني مش هتاخد وقت معاكي خالص هتستوي. انا دايما لما بيكون في سلق اللحمه بحب بصراحه ان انا اعلق عليها قبل ما اشتغل في اي حاجه تخص الاكل يعني. فكنت مسبكه بقى طماطم كده، فجبتها بقى وجهزت الحاجه كده على الرخام عشان اشتغل على طول في حشو الايه المحشي. بصوا ما شاء الله الكرنبايه كبيره وحلوه يعني، وهتعمل لي حله كبيره وكمان ممكن يعني يتبقى كمان منها. بدات بقى كده ان انا اجهز الخلطه. بصوا انا عملتها معاكم كتير جدا جدا، بس انا بحب اكتر الطماطم فيها، بحب كده صباع المحشي بتاع الكرنبي يبقى لونه احمر كده وحلو يعني، وبحب ان انا اكتر التوابل قوي في الخلطه بتاعه المحشي، بحس ان ريحتها بتبقى جميله كده يعني، اقعد احشي كده احس ان ريحتها طالعه عليا كده يعني، يا سلام بجد. المحشي بيبقى عايز يتعمل بمزاج يعني، ما ينفعش يتعمل بكروته، لازم تعمليه يوميها تكون مزاجك عالي ورايق وكل حاجه. اصحي من النوم بدري كده اعملي لك كوبايه شاي بقى واشتغلي بقى واعملي له حله محشي كده حلوه. قعدت بقى على الارض، انتوا عارفين ان انا ما يعني بصوا بحب ان انا اقعد احشي على الارض، اي حاجه هتاخد وقت بحب ان انا اقعد اعملها على الارض بالصينيه بتاعه العشاء، وبجهز الحاجه عليها كده وبفرش عليها مشمعات، وبحط بقى الاكل وايه، وببتدي بقى ان انا ايه احشي المحشي وارص بقى. فهقعد بقى احشي كده واخلص يعني ايه المحشي. النهارده وديت ملك اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وديتها الدرس وحاولت ان انا انجز شويه حاجات. بصي انا بشوف امهات يعني عقبال ما بتودي عيالهم الدرس بيرجعوا، تلاقيها وقفت مع ديت قعدت مع وقفت مع ديت تتكلم مع دي في الشارع، تروح تقعد عند ديت، تروح معرفش ايه. لا ما تعوديش على نفسك على الطبع دوت، تعودي نفسك ان انت الوقت بتاعك دوت يبقى غالي عندك قوي. يعني ايه الوقت بتاعي يبقى غالي؟ يعني انا بنتي وديتها الدرس خلاص انا هرجع ممكن امشي المكنسه في الشقه، ممكن اعلي على دوره غسيل، ممكن الم غسيل، ممكن انشر غسيل، ممكن اطبق هدوم، ممكن اسوي سراير، يعني لو ساعه بياخدوا فيها الدرس ممكن تنجزي فيها كذا حاجه. مش اللي هو يعني تبقي
تضيعي وقتك في اي حاجه وخلاص، لا خلي وقتك يبقى غالي عندك دايما دايما. استغلي الوقت بتاع الصبحيه ديت ان انت تخلصي اكبر قدر من الشغل، يعني لو وراكي شغل بيت هتصحي الصبح هتخلصيه، لو ترويقي هتروقي، هتنشري، هتلمي الدنيا كده حواليكي، في حاجه عايزه تمسحيها امسحيها. يعني ممكن مثلا لو انت صاحيه الساعه 8 ممكن على 10 تكوني مخلصه الترويق ومخلصه الدنيا، تبداي بقى ان انت تحضري حاجات بسيطه من الغدا، يعني مثلا ايه، تسلقي فرخه، تسلقي لحمه، تنقعي مثلا فاصوليا بسله، تنقعي مثلا اللي هي البقوليات، اللي هو تجهيزات بسيطه، تشطبي مطبخك تبقي مخلياه، يعني لو في طبقين من بتوع الفطار يعني شطبيهم وانت واقفه كده، هتلاقيكي انجزتي في الساعتين ولا الثلاث ساعات بتوع قبل الظهر دول حاجات كتير قوي. يجي عيالك يصحوا بقى قبل الظهر تقومي انت محضره لهم الفطار، اذا كنت تفطري معاهم تفطري وتفطروا مع بعض، هيروحوا دروس هيرجعوا جعانين، يرجعوا بقى يلاقوا الغدا جاهز. ممكن انت في الوقت بتاع الدرس بتاعهم ده تبداي ان انت تعملي الغدا بتاعك وتخلصي الغدا بتاعك، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، وتبداي ان انت تخلصي الغدا بتاعك، يرجعوا بقى من بين الدرس يكون مثلا جوزك رجع هو كمان وتتغدوا بقى كلكم مع بعض كده، يبقى انت خلصتي الغدا وخلصتي شغل البيت. هيجي بقى بعد الغدا وراكي ايه؟ وراكي ان انت تقعدي تذاكري لبنوتك او ابنك، يعني كده نظمي وقتك، خلي الوقت بتاعك ده يبقى ايه، كل حاجه كده انا منظمه وعارفه ان انا دلوقتي هعمل كذا، بعد شويه هعمل كذا كده. هتلاقي وحيات ربنا اليوم فيه بركه واليوم ماشي معاكي زي الفل وخلصتي حاجات كتيره، عارفه ممكن يخلص بيكي اليوم تقولي ايه ده، وانا ازاي لحقت عملت كل الحاجات دي، انا عملت ده كله امتى؟ هتيجي تقعدي مع ابنك ولا بنتك تذاكري له وتعملي معاه الواجب، هتبقى خلاص بقى خلصتي كده المذاكره ساعه ساعتين، هتلاقي بقى قدامك وقت فاضي، مش يعني ايه تقعدي بقى فيه مع عيالك مع جوزك، تتفرجوا على تلفزيون، تعملي حاجه حلوه في العشاء بالليل تاكلوها كده. ممكن مثلا تستغلي الوقت بتاع العشاء دوت وتخشي بقى تشطبي المواعين تغسلي البوتاجاز وخلاص على كده، تعالي بقى بالليل خدي الشاور والبسي حاجه حلوه كده وعيشي بقى براحتك طول الليل بقى براحتك الوقت بتاعك انت. بصوا انا خلصت المحشي وكمان اللحمه ما شاء الله هي اتسلقت ما خدتش وقت خالص، طلعت بقى اللحمه كده من الشوربه عشان ايه احمرها، وكمان قطفت ملوخيه كده، كان عندي شويه ملوخيه في الثلاجه قلت بدل ما يبوظوا، يعني ايه كنت يعني كنت عامله اليوم يعني كنت عامله قبلها ملوخيه مع الفتة، فكمت بقى يعني ملوخية في التلاجة، فقلت اعملهم خسارة عشان يعني ايه قبل ما يتبلوا، فقطفتهم كده وضربتهم في الكبة وعملت لهم الطشة الحلوة كده وحبت مرقة وزبطت ايه شوية ملوخية صغيرين. بس صدقيني ملوخية مع المحشي احنا دايما بصي متعودين من عند امي واحنا صغيرين اللي لازم محشي يبقى معاه ملوخية يبقى معاه لسان عصفور، الثلاث حاجات دولت مرتبطين بالمحشي، يعني كل واحد زي ما متعود. في ناس عادي ممكن يعملوا المحشي من غير حاجه خالص. شايفين بقى بصوا حاله المحشي بتتكلم عن نفسها، حمرا بصوا عشان مكتره الصلصه بتاعتها التسبيكه وطعمها يجنن. يعني عايزه اقول لكم انا مثلا لو نزلت تحت خرجت مثلا الشارع ورجعت ببقى داخله من باب البيت وحياه ربنا ببقى شم ريحه حله المحشي بتاعتي من تحت وانا داخله باب البيت يعني وكده. غير اللي قاعد في الشقه، ممكن اللي قاعد في الشقه عشان انت مثلا مشغله الشفاط بتطرد الريحه على بره، يعني اللي جاي من بره هو اللي يشم. جهزت بقى كده المحشي وحطيت بقى حمرت طبق لحمه كده وطبق ملوخيه، الملوخيه خضرة زي العسل، وحطيت بقى كده شوربه وجبت عيش صبح بقى وانا راجعه من درس ملك عشان ناكل بيه الملوخيه، ولو مثلا هعمل سندوتش لحمه للبنوته من البنات ياكلوها يعني وكده. خلصت بقى الدنيا كلها واتغدينا الحمد لله. دخلت بقى شطب المطبخ. بصوا عايزه اقول لكم انا تشطيب المطبخ بعد المحشي ده بيبقى بالنسبه لي يعني هم على قلبي، عشان كده ببقى داخله رجل قدام ورجل ورا، بس قلت انا مش هكسر وهصور معاكم ونشجع بعض يعني وكده. ببص دخلت لقيت الميه قطعه، كسلتني اكتر بصراحه ما اكدبش عليكم، الميه بقى لها يومين قطع عمومي على اليوب كلها ما بتجيش ولا ليل ولا نهار وحياه ربنا، يعني بصوا حاجه صعبه بجد بجد، احنا تعبنا اساسا من قطع الميه. فانا قلت هنجز الرخامه وانجز الدنيا كده عبال لما ربنا يسهل والميه ايه تيجي. حتى شغلت اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، شغلت الموتور لقيت صوت غريب كده، الموتور بيعمل صوت غريب ومفيش اي ميه تطلع، فقفلته بصراحه خفت لحسن يتحرق. فالمهم ان انا بالبخاخه كده والجوانتي ولمعت كده الرخامه كلها وبشيل الحاجه ولمع تحتها عشان ما يبقاش في اي حاجه تحتها، يعني برضو مطرح الطبيخ والشغل طول اليوم صدقيني بيبقى فيه حاجات يعني. وشلت المواعين اللي انا كنت غسلها، طبعا كنت مشطبه المواعين اللي انا يعني
اللي انا استخدمتها انا بحشي المحشي يعني، فكنت مشطبوها يعني وايه وشلتها كلها يعني ورجعتها مكانها عشان لما اغسل المواعين بتاعه الغدا ارص بقى تاني. ايه بصي عودي نفسك قدام غسله مواعين من قبل كده، ما تغسليش وتحطي عليها، لا شيلي الاولاني المواعين اللي انت غسلها الاولانيه اللي انت خلاص اتصفت ورجعها مكانها وحطي بقى الجديد اللي انت غسلاه. ما تخليش الدنيا تتكوم كده حواليك وتلاقي يعني المنظر ما بيبقاش لطيف، لا روقي الدنيا حواليك وما تصعبيش على نفسك الدنيا. شلت كده كل المواعين اللي كنت غسلها، وكمان غسلت الفويل بتاع البوتاجاز عشان يفضل نضيف يعني ويقعد معايا فتره يعني ويبقى نضيف وشكله حلو كده. وشغلت بقى دلوقتي الموتور، قلت اجرب كده اشوفه يعني هيشتغل وهيطلع لي ميه ولا هيعمل صوت ولا كده، لقيته الحمد لله اشتغل وطلع لي ميه. بس الميه بتاعه الموتور بتبقى جديده وحلوه، فقلت بقى كده شطبت المواعين وكمان مليت الازاز عشان كان طول النهار بقى عمالين نسحب في الازاز بتاعه الميه الساقعه، وما كنتش طبعا عارفه امليها عشان الميه قطعه يعني. يعني بصوا ادام الميه قطع عندي وجت بقى وشغلت الموتور بنجز كل حاجه في ثانيه كده عشان ما اطولش على الموتور، لان بصراحه الموتور ببقى خايفه عليه ان هو يتحرق. فمليت الازايز وغسلت الحوض وكمان غسلت البوتاجاز ورجعت المواعين مكانها ومليت الازايز كده وشطبت مطبخي الحمد لله. اخر حاجه اعملها بقى اللي انا اكنس الارضيه، لان بصوا الارضيه مليانه فتفته ومطرح الحشو وكده، فيعني ايه لازم يعني لازم تتكنس كنسه حلوه يعني. بس لولا قطع الميه كنت مسحتها، بس كنت خلاص يعني الميه يعني قطع المية قفلني بصراحة. هكنسها بقى كده والحمد لله المطبخ يعني بقى نظيف وشطبناه وخلصنا المحشي بتاعنا واتغدينا، وبقى الاكل بقى شلتها في علب في التلاجة عشان بكرة ابقى اسخن ايه بقية المحشي يعني والاكل يعني وناكل منه يعني بكرة. بس كده ده كان الفيديو بتاعي، يا رب يكون عجبكم. حبيت كده ان انا اتشجع معاكم، انت كمان بقى عايزاكي كده تتشجعي وتشغلي الفيديو وتفرجي عليه وخشي بقى شوفي اللي وراكي واسمعيني وانت شغاله في شغل بيتك. ما تنسيش بقى تحطي لايك واشوفك على خير الفيديو الجاي. باي باي.